السلام عليكم، كديرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال ان شاء الله. استسمح على الغيبه اللي ديما كنقول لكم خارج عن ارادتي، ولكن هذه المره صراحه كتوصل واحد الوقت صافي كتعجز وما كيبقى فيك ما دير لا فيديوهات لا والو، حيت ما كتلقاش كيفاش نقول لكم التفاعل تاع الناس ما كاينش بزاف صراحه. هذا ما كان، ولكن كان ميكت هادي 15 يوم ما درت حتى شي فيديو، ولكن في الاخر كنقول لا خصني ندير فيديوهات وخصني نستمر، وكل واحد كيبدا من الزيرو. هذا ما كان. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه تاع التجميد والتخزين تاع الفريز. انتما كما كتشوفوا خديت هنا عندي واحد الكميه تاع 10 كيلو تاع الفريز الفراوله. هذا ما كان دابا صراحه مازال ما نزلش الثمن تاعو بزاف، خديته ب 10 دراهم الكيلو، مازال كينزل اكثر، كينزل الثمن تاعو اكثر، ولكن صراحه طري باش عجبني، طري ومازال صحيح وشد فراسو، يعني الا كونجليتو ما تشطرا ليه حتى شي حاجه، ماشي بحال دابا قد ما جلس وكينزل في الثمن حتى الجوده تاعو ما كتكونش مزيانه، داكشي علاش قررت ناخذو من دابا. هذا ما كان، غادي نغسلو، غادي نرقدو في الماء، وغندير ليه شويه تاع جافيل، شويه انقطه، ونخليه كما كتعرفوا الفريز كيكونوا فيه هاد النقيطات هادو كيشدوا دوك الترسبات تاع الغبره وشحال من حاجه. غادي نخليه يترطب في الماء باش يطلق داك التراب ديالو وطلق كلشي، ونغسلو ونعاود نغسلو حتى نشوف بلي الماء تاعو صفى وتنقى في خطره، وتما نرجع معكم باش نوريكم الطريقه تاع التخزين ديالو. كما كتشوفوا هذا هو الفريز من بعد ما نقيته وغسلته مزيان واستقطر من الماء، هذه راه غير نصف ديك الكميه اللي وريتكم في الاول. دابا نوريكم الطريقه باش غادي نخزنو. غادي ناخذ هاد البلاستيكه تاع التخزين كما كتشوفوا، خلاص اللي متوفر عندكم، ماشي ضروري هادو، كناخذها بحال هكا. كندير فيها الحبات تاع الفريز، نقرب لكم قدام الكاميرا بهذا الشكل هذا. كندير فيها الكميه اللي غادي نستعمل مره واحده، كما كتعرفوا الحاجه الا تكونجلات ما خصهاش بدا تحلها وتسدها عاوتاني وتحلها، من الافضل دير في كل بلاستيكه الكميه اللي غتستعملي مره واحده. نزيد شويه صافي، وغادي نسد البلاستيكه بهذا الشكل هذا، وغادي نحاول نخرج الهواء اللي فيها. هكا نسد كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه صافي. هكا غادي نكمل الكميه كاع اللي عندي تاع الفريز، وغادي نخلي واحد شويه باش ندير لكم به المربى تاع الفراوله، تا هو واحد المربى اللي ناجح 100%. صافي هذا ما كان هذا الفيديو، هذا الشيء اللي فيه. هذه الفراوله كما كتعرفوا ممكن انكم تخزنوها حتى العام، غير هو البلاصه تاع التخزين كما كتعرفوا من الاحسن يكون فريغو خاص بهادشي تاع التخزين، مثلا فريغو كبير ديري فيه هاد الحاجات اللي كتبغي تكونجلي، وبدا تهزي مثلا غير ساشيه بساشيه وديرهم في الفريغو تاع الثلاجه قريب ليك، اما بلاصه فاش كتخزني من الاحسن ما خصهاش تكون كتحل وتسد يوميا، من الاحسن تبقى هكاك باش تحافظي على الطراوه وعلى الجوده تاع كل حاجه خزنتيها. صافي هذا ما كان، غادي نختم الفيديو تاعي هنا باش ما نطولش عليكم اكثر. يلا خليت لكم الراحه، والفيديو قادم ان شاء الله.